يسجلون يعدلون يحتفلون يتواجدون راح نلعب هكذا بصوت عالي راح نلعب هكذا بصوت مرتفع راح نلعب بالأعلام بالأهازيج بالأصوات بالحناجر بالأهداف هذه اللقطة هذه اللعبة هذه الركنة هذه النهاية هذه الكرة في شباك يان سليمان هذا هدف التعديل في اللقطة الماضية والكرة لنجوم الكويت معلنة عن هدف التعادل 1-1 الكرة خلف مرمى يان سليمان في اللقطة الماضية شوف اللعبة شوف الكرة العرضية في الوقت اللي كنا نتكلم فيه بأن نجوم الكويت